السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو السيركوي الأنتيري دي إن 4060، اللي هو هذا. هنا عندنا واحد جرس الإنذار بازر ليد 5 mm، باتري 9 فولت، ريزيستونس 47 kΩ، و كاباسيتور 150 فولت، 104. هنا عندنا البليس ديال لاباتري 9 فولت، 9 فولت غيمشي لستاش سيركوي انتيغري، والموان غيجي لهنا لطناش، ومن لطناش غيجي ريزيستونس 150 اوم، وغيجي مع نعاود عاوتاني قلنا البليس مع ستاش سيركوي انتيغري، والموان ديال لاباتري غيجي مع لطناش دوز، ومن لطناش غيجي مع 8، ومن 8 ريزيستونس، ومن ريزيستونس غيمشي للموان ديال الليد، ومن هنا من هاد 8 هادي شتا غيجي للموان ديال البازر. البليس ديال البازر اللي هو هذا غيجي مع 5، وغيجي مع البليس ديال لا ليد. من هنايا قلنا هاد 11 غتجي ريزيستونس 47 kΩ، ومن رجل ديال ريزيستونس غتجي 47 kΩ، غتجي 10، ومن هنايا مع البليس ديال لاليت ديال كاباسيتور 150 فولت، ومن هنايا الموان ديالها غيجي مع 9. هذا دونك هذا هو السيركوي انتيغري مع بحال كيفاش كنبرونشيو. يعني هنا الريزيستونس هنا 47 kΩ، 150 اوم، كاباسيتور 104 150 فولت، و باتري 9 فولت، وهنايا ليد، وهنايا بازر جرس الانذار سيركوي انتيغري دي ان 4070. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.